كان عدد سكان هذه القريه بحدود 3500 نسمه، 3000 ل 3500. عدد البيوت الطينيه بحدود ال 150 200 بيت كانت. طبعا نتيجه الشيء اللي صار والازمه اللي صارت والارهاب اللي صار هاجرت الناس، واليوم اللي رجعنا تقريبا نحن ما بنتجاوز 200 شخص. الو يا محمد، ما ايه كنا عايشين بيوت الطين، والحد خلقنا بالطين وعايشين بالطين. بالشتاء دفا وبالصيف برودة، ونحمد الله ونشكره. هذا أساسنا، من أساسنا كنا ساكنين فيه، وفي مي كان، في كهرباء، في كذا. هلق ما في شيء. أنا أريد كهرباء قبل المي. يعني اليوم انت بدك ترجع الضيعه، بيقول لك مثلا المهجر بده يرجع الضيعه. طيب بده يرجع، ما بده يلاقي مقومات حياه. اللي بده يرجع الضيعه ما عنده زراعه، ما عنده تربيه حيوانيه، ثروه حيوانيه. يعني شو، كيف بده يرجع الضيعه وما في مقومات الحياه؟ كهرباء ما في، هاتف ما في، مي ما في، تعليم ما في. ما في عندنا اي خدمات نهائيا، حتى المي عندنا بالضيعه ميتها، بيارنا مالحه.